إذن هي دورات تنعقد في أجلها وفي وقتها، تجي في السياقات لا شك أنكم تعرفونها جميعا، الدولية والجهوية والإقليمية والوطنية الحزبية خاصة منها. المستوى الدولي لا شك أن النجاحات اللي بدأت تتحقق بلادنا والاستثمار ديال المجهود اللي دار واللي خلى المغرب اليوم في نيديا مع الدول الكبرى واللي خلات بلادنا عندها مكانة خاصة، ويكفي للتدليل على ذلك أنه من بعد زلزال الحوز شتو التظاهرات العالمية التي عاشتها مراكش. عادة الزلازل تنفر وتخوف الناس من إقامة هذه التظاهرات، ما تكونش حضور. إضافة إلى غير مؤخرا ربح المغرب لمقعد رئاسة حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان بالنسبة للأمم المتحدة في مواجهة مرشح قوي اللي هو جنوب إفريقيا، ونعرف ما له من تأثير وامتدادات، وبثقة كبيرة للمصوتين. كذلك آخر شيء هي الموقف الجيد الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية مؤخرا، وموقف ينسجم مع مواقفها السابقة، ولكن اليوم ترسم باش ما توقعش تتجاوزات احيانا تقع حتى في بلادنا من طرف بعض الخطا، حتى لا تقع تلك التجاوزات خرج مرسوم باش لا حق لاحد ان يخطئ لا في خريطه المغرب ولا في تسميه صحرائه بتسميتها الصحراء المغربيه، ما نبقاو شيء في الخلط وفي الغموض الى اخره. اذن هاد المكانة وهاد الوضعية اللي عند المغرب، إضافة إلى أننا مجمعين كنا في المعارضة أو في الأغلبية، الشعب المغربي برمته مجمع على الاستراتيجيات السياسية اللي مختارها المغرب والتي يقودها جلالة الملك. تتحدثوا على الاستراتيجيات سواء في نجاحاتنا الدبلوماسية أو فيما يتعلق بتدبير قضيتنا الوطنية وتدبير علاقات الجوار وعلى المستوى الجهوي، أو فيما يتعلق كذلك بتدبير قضايا استراتيجية مثل الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ضمنها والتغطية الصحية ضمنها. هذه كلها استراتيجيات يقودها جلالة الملك، أعلننا انخراطنا الكامل فيها، بل نجد أنفسنا كاشتراكيين فيها وفي فلسفتها. مع كامل الأسف لا نجد أنفسنا في تدبيرها وإدارتها من طرف هذه الحكومة، والاختلالات اللي تتبنى في التدبير واللي تتعبر عليها واحد الفينومين واحد الظاهرة في بلادنا. ففي الوقت اللي عندنا استراتيجيات ناجحة على الأرض، هناك احتقان اجتماعي كبير، المواطن لا يحس بأثر هذه الاستراتيجيات على معاشه اليومي، خاصة مع التضخم ومع غلاء الأسعار. بل أكثر من هذا، تدبير الوضع أو الحوار مع مختلف الفئات الاجتماعية تنحسوا بأنه ما تيسعفش نهائياً في توفير السلم والهدوء توجهوا للتنمية. علاش؟ لأن اليوم مطلوب التوجه إلى كافة الموظفين
إلى كافة المستخدمين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. لابد اليوم أمام التضخم اللي تتعرفوا البلاد وأمام ارتفاع الأسعار لابد أن نصل لنفس النتائج التي وصلنا إليها فيما يتعلق لا بالتعليم ولا بالصحة. اليوم كل القطاعات بحكى أننا ندفعها دفعا إلى الاحتجاج. كل القطاعات هذه الحكومة مطالبة بفتح حوار وإنهاء هذا المشكل. إضافة إلى أن قد يكون تروح على المجلس الوطني مناقشة المبادرات التي يجب أن يتخذها الحزب. خدينا مبادرات أعلنا عنها هي التنسيق ديالنا مع رفاقنا في حزب التقدم والاشتراكية، هي إعلاننا عن ضرورة العمل والانفتاح على كل القوى الحية في البلاد من نقابات ومجتمع مدني وأحزاب ديمقراطية. هادشي كله بهدف خلق جبهة تروم إعادة التوازن للحياة السياسية في البلاد. التغول اللي أعطاه هذه الأغلبية الكبيرة وصل إلى ضرب التوازن المؤسساتي، بل أحيانا التحايل على القانون من أجل المس باختصاصات مؤسسات دستورية. شيء تبين في العمل في البرلمان، بل أحيانا حتى فيما يتعلق بمؤسسات حكامة، فيما يتعلق بمؤسسات دستورية. احنا عبرنا على هذا الشيء فيه. الدليل على ذلك هو أنه تحولت المساءلة والمراقبة للحكومة من جلسة أسبوعية لمراقبة الحكومة إلى جلسة لمساءلة ومراقبة الأقطاب، ثم تحولت القطب الاقتصادي بوحده والقطب الاجتماعي. إذن في الدورة كلها يمكن ما يجيكش شي وزير حتى مرة باش تسألوا على القطاع دي، بل كتر من هذا حتى القطب ما بقاش تيجي بكامله الوزراء ديالو، تيجيو جوج ولا ثلاثة للنيابة عن الآخرين. دستوريا كذلك مساءلة رئيس الحكومة، أنتم كصحفيين وكإعلام وكرأي عام له الحق أن يتساءل اليوم طبقا للدستور. كان من المفروض اليوم يكون رئيس الحكومة 4 مرات في مجلس النواب، وأربع مرات من بعد 4 شهور، وأربع مرات في مجلس المستشار. ها هي الدورة قد أشرفت على نهايتها، غتنتهي في الأسبوع القادم، وغتكون دست 4 أشهر، وإلى يومنا هذا لم يساءل رئيس الحكومة إلا مرة واحدة عوض 4 مرات في كل مجلس، وهذا إخلال بالدستور وتبخيس لعمل المؤسسة التشريعية. لابد أن نتخذها بشأنه مبادرة. كذلك الدعم المباشر، حان الوقت للتداول بشأنه. احنا تنعرفوا موقف رئيس الحكومة مع هذه المسألة ديال الدعم المباشر سابقا، ونستغرب أن اليوم لما تراجعت هذه الحكومة رئيس الحكومة عن هذا الموقف، مع كامل الأسف خذ الاختصاصات هو الذي يترأس هذا اللجنة ديال أول المجلس أو اللجنة ديال الدعم المباشر، في حين أننا كنا نمشيو انتخابات ديال 26. واش غادي تحول غدا هاد الدعم المباشر للتأثير على نتائج انتخابات ومن الآن؟